أيد أهالي وأعيان وشباب منطقة بقعيقيص الحملة الشعبية لتفويض المشير خليفة حفتر لرئاسة البلاد لمدة 4 سنوات، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار داخل البلاد. هذا وجدد الأهالي في بيانهم دعمهم الكامل للقوات المسلحة بقيادة القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، داعين كل المدن والمناطق في غرب البلاد إلى الوقوف إلى صف القوات المسلحة ودعمها في حربها ضد الميليشيات والجماعات الإرهابية المتطرفة. بيان شباب منطقة راس عبيدة وبقعقيص. نتقدم نحن شباب وسكان أهالي المنطقتين بالشكر والتقدير لقواتنا المسلحة العربية الليبية على ما قدمته من انتصارات وتضحيات في حربها ضد الإرهاب في مدينة بنغازي وفي عموم ليبيا، ونؤكد دعمنا وتفويضنا للقوات المسلحة العربية الليبية لقيادة المشير خليفة بن قاسم حفتر لتسيير أمور البلاد لمدة 4 سنوات حتى قيام دولة القانون وتحقيق العدالة. حفظ الله ليبيا. بيان شباب منطقة راس عبيدة وبقعقيص.